من موقع اليوم السابع نقرأ: السكة الحديد تستقبل 16 عربة روسية جديدة قادمة بحرا عبر ميناء الإسكندرية. تستقبل هيئة السكة الحديد دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية اليوم الأحد، حيث تأتي بحرا عبر ميناء الإسكندرية وتضم 16 عربة ذات تهوية ديناميكية. ووصل حتى الآن 227 عربة جديدة ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية. وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر في تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا. وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر. وصفقة العربات الروسية 1300 تشمل 800 عربة مكيفة، منها 500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر.